السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن قضية أخرى من قضايا التجويد، وهي أحكام اللامات في القرآن الكريم. سندرس فقط في هذا الفيديو إن شاء الله حكم لام وهي اللام الشمسية واللام القمرية. وقبل أن نبدأ لابد أن نسأل سؤالا، وهو لماذا سميت هذه اللام بشمسية ولماذا سميت هذه اللام بقمرية؟ يلا الجميع هيجاوب. ان طبعا احنا سميناها شمسية لان لما بنقول الشمس اللام ما بتكونش ظاهرة، وعندما نقول القمر فاللام تكون ايه ظاهرة، وهذا كلام ليس له اساس من الصحة. انما ايه الاساس من الصحة؟ انهم شبهوا اللام بالنجم، شبهوا اللام بالايه؟ بالنجم. فالذي يظهر معه ها هو القمر، والذي يختفي معه هو الشمس. صلى على رسول الله. دلوقتي احنا عندنا اللام، اللام دي هي ايه؟ زي النجم بالظبط. ايه اللي بيظهر مع النجوم بالليل يا جماعة؟ القمر ولا الشمس؟ القمر. يبقى دي لام قمرية. طب ايه اللي بيختفي عند ظهور النجوم؟ الشمس. يبقى دي لام شمسية. وضحت ولا ما وصلتش؟ لذلك سموها لام قمرية مش لام بدرية. احنا بنقول البدر صح؟ طلع ايه؟ البدر. فهنا لام ايضا مظهرة. فاحنا عندنا في استخدامنا اللي احنا هنستخدمه الاستخدام الاصطلاحي، ان اللام الشمسية هي لام مضغمة واللام القمرية هي لام مظهرة. يعني ايه؟ يعني لان اللام هنا لما بنقول القمر البدر، اللام هنا ظاهرة. طب لما نيجي نقول الشمس، الشمس اللام أضغمت، هي لام مضغمة وليست لاما مظهرة. طيب نقدر نفرق ما بين اللام الشمسية واللام القمرية ازاي؟ هنا قال لنا بعض الأبيات الشعرية التي نستطيع من خلالها أن نفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. فاللام القمرية لام جاء بعدها حرف من 14 حرف مجموعين فيه ابغي حجك وخف عقيمه. طيب خلينا نشوف كده أمثلة. مثلا جاء بعدها الايه؟ الهمزة زي الايه؟ ها؟ الأكبر. الأكبر. يبقى اللام هنا مظهرة ولا مش مظهرة؟ اللام مظهرة. طب الباء زي ايه؟ البقر. البقر. والغين زي ايه؟ الغراب. صح؟ الغراب. والحاء زي الحج. والجيم زي الجامع، مش الجامع، الجامع. والكاف زي الكتاب. والواو زي الوفاق. والخاء زي ايه؟ الخوف. والفاء زي الفراق. والعين زي العقيقة. والقاف زي القلم. والياء زي الياسمين مثلا. ها؟ والميم زي المراد. والهاء زي الايه؟ الهرة. بدون اي ايه؟ بدون اي تحضير ادينا قلناهم بفضل الله تعالى، وواضح جدا ان اللام هنا ظاهرة. طيب الادغام الشمسي او اللام الشمسية تمام يكون مجموعا في اول حرف من هذه الكلمات. طب ثم صل رحما تافوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تمام. يبقى الطاء الطالب، الطالب مش الطالب. الثاء الثوم. الصاد الصريع. الراء الرحيم. التاء التكبر. الضاد الضيف. الذال الذئب. النون النعم. الدال الدعوة. السين السوء. الظاء الظن. الزاي الايه؟ الزر. الشين الشريف. اللام الله.
كل دي لام زي ما انتم شايفين كده ان هي لام مدغمة يعني غير ظاهرة. يبقى إذن للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف، يعني اللام بتاعت ال اللي هي ال الشمسية والقمرية دي قبل الأحرف، تمام؟ للام الحلان قبل الأحرف ليهم حالتين، الحالة الأولى الإظهار وهي في إبغي حجك وخف عقيمه، فقال لك قبل 14 خذ علمه، يعني عندنا 14 حرف هم مجموعين فيه من ابغي حجك وخف عقيمه، يعني اطلب الحج الذي لا رفث ولا فسوق فيه وابعد عن الحج العقيم الذي لا يتقبله الله عز وجل. ثانيهما إضغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، ثانيهما إضغامها في 14 يعني برضو 14 حرف بيضغم اللام أو تكون غير ظاهرة أو لام شمسية فيها، ورمزها فعي يعني فعي عي من الوعي يعني الحفظ، فعي يعني فاحفظها، ورمزة يعني دايما لما بيقول لك ورمزة يعني ايه، خد اول حرف من الكلمة زي ايه، طب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، طب هنا يعني لتطب، ثم صل رحما صل رحمك تفز، ضف ذا نعم يعني قم باستضافة من عنده نعم، تمام، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، الكلام واضح يعني. فقال لك طب ثم صل روح من تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية، إذا اللي هو مع يبغي حجك وخف عقيمة ده أنت هتسميها قمرية. طب ومع طيب ثم صل روح من تفوز ضد ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم دي هتبقى لام شمسية. بعد كده قال لك وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، هذا إن شاء الله ندرسه في الفيديو التالي، وهو لام الأفعال لام الحروف لام الأسماء ثم لام الأمر. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.